واتأخر ليه؟ في المركز بتطقس على الموضوع عشان نعرف نتحرك ونشوف حل في المصيبة اللي حصلت دي. هو الروبوت ده كويس معاكي؟ شغال يعني بياخد ويدي في الكلمات؟ ايه الاخبار؟ مراته استلمته من المركز من ساعتين. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ما قلتلك بلاش، قلتلك هيعمل مشاكل. هو ده وقته؟ انا غيرك عشان تحللي المشكله ولا عشان تلومني؟ مفيش انثى يا ريس بتعترف بخطأها. اخلص يلا. لا ما تبصليش كده، احنا كلنا مربوطين بحبل واحد. ايوه مربوطين بحبل واحد، بس اللي احنا عايزينه غير اللي انت عايزاه خالص. انا عايزاه يرجع لي، ده بتاعي انا اللي عاملاه. وانا كنت ايه، ضيف شرف؟ لا ظهور مميز. لا مؤاخذه انا رئيس، انا فهمي على قدي، بس ده مش وقت نعرف مين عمل ايه، المهم نعرف كلنا هنعمل ايه. لازم نفصله ونخزنه، مفيش حل تاني. لازم نخزنه لحد ما نعرف زين الحقيقي فين، وان شاء الله يكون مات موتة ربنا. ما تقلقيش، حتى لو قدرت اعمل كده انا مش هعرف اوصل له. سبحان الله، انت مش انثى؟ قصدك ايه؟ يعني تقدري تجيبيه تحت رجلك يبوسها لو شغلت دماغك عليه؟ مراته مش هتسيبه يقابلني، مستحيل، هي فاكراه جوزها. لكن هو بيحبك انت، اكيد زين الحقيقي مستخبي من الامن، وانا حسب ما فهمت من المركز انهم شالوه من دماغهم خلاص، يعني مصيره هيطمن ويظهر، ولو ظهر هتتعقد المشكله اكتر. بصي انت تروحي عند بيته تستني لما مراته تخرج وتطلعي له، ولما تبقي قريبه منه لف ايديك كده حوالين رقبته واضغطي ورا هنا كده ضغطه طويله شويه، هيفصل، وهكون انا وسعاده جنبك، هنشيله ونحط في المخزن، مفيش حل تاني غير كده. لو عايزه تحافظي عليه اسمعي كلام المره دي. سبحان الله. ايه مالك؟ اتنين ستات صواريخ بيتخانقوا على حتة حديدة واحنا قاعدين مش لاقيين معزة. خليك وراها، واول ما تقابله قول لي. هو انت يا ريس ناوي تخزنه فعلا؟ ناوي اصلح الغلطة اللي انا غلطتها.